السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم النهاردة عن دواء رخيص الثمن ومعلومة كويسة بنقول فيها إن لو فراخك عندها برد بسيط أو فراخك عندها برد بس بتاكل وبتشرب كويس وحجمها كويس، بس الصوت بتاع البرد دهوت مضايقك أنت ومش عايز تجيب مضادات حيوية أو مش عايز تغرم نفسك علاجات، بنقول ممكن نستخدم دواء بشري زي الفانتولين دهوت، أو يعني أنا استعرضت كتير من الأدوية البشرية على القناة، الجرعة واستخدامها وإمتى. الفراخ اللي قدامنا دهيت عمرها النهاردة 35 36 يوم، وفي صوت خروشه في صدرهم، بس بياكلوا وبيشربوا ومفيش فيهم اي مشاكل ومش عايزين نكلف نفسنا، فبنقول بدل ما نسيبهم يتعبوا اكتر او الموضوع يزيد عليهم، خلاص يومين ثلاثه هنبيعهم مفيش مشكله، ننزل حاجه زي الفانتولين طارد للبلغم وموسع للشعب الهوائيه، بننزله بمعدل 1 سنتي على لتر ميه، وافضل شيء بالليل لان في الشتاء الجو بيبقى رطب بالليل وعايزين نريح صدر الفرخه. وفي ناس وفي شركات وناس بتنزل الادويه البشريه الموسعات البشريه دهيت متواصل، بتنزل 1 سنتي على لتر ميه يوم اتنين تلاته مفيش مشكله خالص لغاية ما البرد ده هو يقل او الفراخ نبيعها. وفي ناس بتنزله 12 ساعة وفي ناس بتنزله من 6 ل 8 ساعات، بس بتضاعف الجرعة شوية تخليها مثلا سنتي وربع سنتي ونص، اقصى حاجة 2 سنتي. ديت يعني استخدامات للدواء البشري عموما، موسعات الشعب عموما. وفي حسابات تانية خالص، ممكن الفراخ بتاعتنا مثلا يكونوا 50 فرخة وزنهم 2 كيلو، بندي الجرعة نص الوزن، يعني لو هم 50 فرخة في 2 × 5 × 10 يعني 100 كيلو، نص ال 100 كيلو 50 سنتي، بننزل على المية بتاعتهم 50 سنتي، تبقى الجرعة نص الوزن، يبقى بننزل ليهم 50 سنتي. تمام يا جماعة؟ طب 50 سنتي هننزلهم ازاي؟ انا عندي 1 2 3 4 5، الاربعة في 5 ب 20، 20 لتر مية، هننزل على 20 لتر مية ده هم 50 سنتي، يشربوهم زي ما يشربوهم، شربوهم في 6 ساعات في 10 ساعات في يوم. دي الطريقة لإضافة الموسع الشعب ده هو اللي قدام حضراتكم، اللي هو الجرعة نص الوزن، الفراخ 50 عددهم 50 وزنهم 2 كيلو، يعني الوزن 100 كيلو، نص ال 100 كيلو 50 سنتي، بننزل 50 سنتي على السقايات اللي موجودة، كانوا 5 سقايات كانوا 6 كانوا 2 كانوا 1، السقايات اللي موجودة. طبعا الفراخ اللي قدامنا الحمد لله زي ما انتم شايفين مقبلة على الأكل وعلى الشرب ووضعها كويس، وخلاص الناس ديت هيبدأوا يبيعوها في خلال يومين ثلاثة، فعشان كده مش هنكلف ولا هنضر صحة الناس بالمضادات الحيوية، هننزل لهم حاجة كده موسع شعب هوائية يريح صدرهم لغاية ما يتباعوا، ومفيش أرخص من حياة البشر ده هي، وأحسن في التكلفة. يا رب أكون أفدت حضراتكم، وشكرا لحضراتكم، وتابعوني على قناتكم قناة مهندس صبري غازي، شكرا لحضراتكم.